هيتحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ، هيدفع غرامة أكتر من 18 مليون دينار. ما هو اللي عمله مش هين، ولا عقوبته ممكن تخف وتبقى ترحيل بس؟ لا، هو كده كده هيترحل، بس بعد التهذيب والإصلاح في الكويت. ده الحكم اللي اتحكم على المصري المتهم في قضية ضيافة وزارة الداخلية. فيا ترى ايه حكاية المصري المتهم في القضية دي؟ وازاي اتورط ونصب وخدع وزارة الداخلية واستولى على فلوسها؟ ليه عمل كده؟ وعمل كده ازاي؟ هل كان لوحده ولا معاه متهمين زيه؟ تفاصيل كتير عن اكبر قضية فساد في تاريخ الكويت بطلها مصري. فيا ترى ايه الحكاية؟ بعد فترة طويلة جدا في المحاكم بسبب القضية الكبيرة المعروفة باسم قضية ضيافة وزارة الداخلية اللي متورط ومتهم فيها واحد مصري، خلاص تم الحكم عليه وانتهت القضية. فيا ترى مصيره ايه؟ والحقيقة بقى ان القضية دي من 2016، ومن وقتها ولغاية ساعات قليلة فاتت وبيتم عقد جلسات في محاكم في الكويت، وده لان مش هو الوحيد اللي متورط فيها، ومعاه حوالي 24 شخص كمان وجنسياتهم مختلفة. لكن اللي يهمنا احنا دلوقتي هو المصري اللي مغترب هناك. اصدر مدير نيابة التنفيذ الجنائي بالكويت قرار جديد في قضية ضيافة وزارة الداخلية المحكوم خلالها على مصري الجنسية اسمه ايمن السيد سلامة صالح بالحبس لمدة 15 سنة وتغريم 18.5 مليون دينار كويتي، علشان اتهامه بالاشتراك في تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة طبعا، واللي يرتبط بيها من وقائع باعتبارها العقوبة الاشد، وده حسب ما نشره موقع القاهرة 24. طيب ليه المبلغ ده كله؟ انا اقولك، المتهم ملزم ب 2,315,000 دينار كويتي، مع تغريمه كمان ضعف المبلغ المطلوب رده من الاموال، وده محل جريمة الاستيلاء من اموال وزارة الداخلية، وده طبعا غير 16,243,256 دينار كويتي عن وقعة غسيل الاموال المتحصلة من وقائع تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير. والقرار الصادر من محكمة الجنايات الكويتية تضمن كمان تغريم شركات ومؤسسات كتير زي ازهر منيرة ومجموعة تهادل الهدايا واكزوتيك فلاورز ب 18,558,256 دينار كويتي، ومؤسسة أبراج بيروت للأجهزة الكهربائية، وكمان مؤسسة الأعزاء للأجهزة الكهربائية برضو ب 1,970,911 دينار كويتي، ومؤسسة جزر اليابان للأجهزة الكهربائية بمليون دينار كويتي. مش بس كده، ده كمان هيتم منع الشركات والمؤسسات دي من مزاولة الأنشطة التجارية وغلق مكاتبها بصفة دائمة، ومصادرة الأموال بتاعة غسل الأموال ومتحصلات الوقائع دي، وكمان الأموال المختلطة بالعائدات أو الناتجة عنها زي الدخل والأرباح والمنافع والعمولات والمبالغ اللي خدها المتهمين أو المستبدلة فيها كالعقارات والمساكن. بالنسبة بقى للمتهمين الـ21 والـ22 المبنية تفصيلا بالأوراق مع مراعاة الغير حسن النية، طب يا ترى المصري المتهم ده وضعه ايه وكل الاتهامات دي عنده؟ اللي بيتعلق بالمتهم المصري هيدفع غرامة وهياخد 15 سنة حبس، وهيتم ترحيله وابعاده عن البلاد، وده طبعا بعد تنفيذ المدة ومصادرة المحررات المزورة كمحل الاتهام المنسوبة للمتهمين. ومن شهرين تقريبا كده تم الحكم على كل المتهمين، وكانت العقوبة ما بين مؤبد وحبس وغرامات، وكان أول جلسات القضية دي في 2019، ولحد 2023 ما كانش لسه تم الحكم عليهم، لكن بقى بصدور الأحكام دي تكون ملف القضية اتقفل وكل متهم عرف مصيره إيه خلاص. في شهر 6 اللي فات قضت محكمة التمييز اللي أحكامها دايماً نهائية بتشديد العقوبة على المتهم الرئيسي في القضية، وهو عادل الحشاش. عادل الحشاش المدير الأسبق لإدارة العلاقات العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية بالحبس المؤبد بدلا من الحكم السابق الصادر من محكمة الاستئناف بسجنه 15 سنة، مع تغريمه كمان 113 مليون دينار، وده حسب ما نشرته صحيفة القبس. مفيش حد فوق القانون، واللي خلاهم حكموا قبل كده على مسؤولين بالأحكام دي تخيلوا المغترب هيعملوا معاه ايه. طب يا ترى ايه تفاصيل القضية؟ بص يا سيدي، حسب ما نشر موقع العين الإخباري إن أيام ما كان الحشاش في منصبه ده
استغل وظيفته في اختلاس أموال الداخلية مع باقي المتهمين بحجة الصرف على مؤتمرات وضيافة وفود أمنية. من خلال التحقيقات اتضح ان الحشاش استغل وظيفته اللي المفروض عليه استقبال ودعوة الوفود وتنظيم فعاليات الوزارة، وان في شركاء وشبكة من المتورطين معاه لسنين كتيرة وبيعملوا وفود وفعاليات وهمية. وتم الكشف عن القضية لما لجنة الميزانيات في مجلس الأمة فتحت ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، واكتشفوا ساعتها أثناء الجرد اللي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين إن في صرف مبالغ من الميزانية على إنها فواتير للوفود، وجبات غذائية بقى وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، واتضح بعد كل ده إنها مزورة. المصري ده اللي عمله ضيع مستقبله وعمره، وبقى في سجله وصمة عار هتمنعه إنه يسافر الكويت تاني أو أي دولة تانية، وده لما يخلص مدته الأولى في الحبس. هل بقى عقوبته دي يستحقها ولا لأ؟ وإيه اللي يخلي مصري يدخل نفسه في تهم وقضايا فساد من النوعية دي؟ خاصة إنها خاصة بالكويت، لو مواطن كويتي عمل كده أهي بلده، لكن أنت غريب فكن أديب. ولا أنتوا رأيكوا إيه؟ شاركونا في التعليقات.